احساس كبير جدا واحساس رائع ان انا اقف وسط وحوش زي دول. ما شاء الله وحوش غيروا يعني زي ما بيقولوا التاريخ، ان يعني قالوا احنا لا لازم ناخد دوري وناخد لازم ناخد كاس. مدير فني قدير زي كابتن يحيى يوسف الحقيقه يعني لا يدخر جهدا ابدا لرفع اسم النادي الاهلي. انا بشكرهم وسعيد جدا باللحظات اللي قضيتهم معايا في الاستوديو، وده دورنا كملوك الصلاه ان احنا ورا هذه الابطال، وان شاء الله خليكم فاكرين الابطال دول في يوم من الايام هم اللي هيرفعوا الرايه، رايه الفريق الاول ان شاء الله محليا وافريقيا. بشكر طبعا كل الفريق، بشكر كابتن يحيى، بشكر كل الفريق، شكرا جزيلا. واكيد هيكون لنا لقاء تاني باذن الله معاهم باذن الله بعد ان يتوجوا لكاس مصر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى لقاء غدا مع ملوك الصالات واستكمال بطوله افريقيا لكره الطائره سيدات. هنستكمل معاكم بكره مباراه نادي الشمس ومباراه نادي الاهلي. الى اللقاء غدا باذن الله، وشكرا على حسن المتابعه.